هي جات غير بارازار، هي ما كانش جينا الصراحة. الصراحة لا والله الا جاتي بارازار، جالس في الدار عزيز عليا ندير الاصوات بفمي وابار الغناء وداك الشيء، جات الفكرة جلست في الدار وانا ندير هذيك التقسيم بحال هكا بفمي، هذاك الحجاز الزوين دار ضجة عالمية، عالم ماشي ضجة في المغرب، دار ضجة عالمية. يعني ملي تشوف فيديو ديالك في ميريكان وفي كندا وفي تايلاند وفي الجابون كاع دول العالم كلهم بدون استثناء شدوا هذاك الصوت عجبهم وركبوه في الفيديوهات ديالهم. صراحه انا تصدمت، هذاك الشيء جاني غريب، ضرب اكثر من 5 مليون المشاهده في تيك توك، اكثر من 20,000 فيديو تركب في العالم تما بطريقتهم الخاصه، حتى في الخليج صاحب صوت المياو مياو. الغريب في الامر هو انه شي حاجه صايبتي شي حاجه بوز، انا تنعتبره بوز بالنسبه لي اللي مفاجئ صراحه، ما كنتش متوقعه، لانه صراحه البوز ما تيكونش مدروس، تيجي غير كان صدفة. يعني هذاك